واحنا دائما انا يكسرون خاطر النساء، اقول يا ايتها النساء اركدنا، لا تتبعون، لا تعتقدين ان قيمتك في جسدك. ترى المرأة جسدها جميل فترة، بعدين تولد ويتغير وتكبر تتغير قيمتها تنتهي. ترضين نكتب صالحة لمدة 20 سنة؟ الجمال مو في الجسد. إذا بتروحين للجمال جسد، يلا داومي في الصالونات يوميا، والصالون ما يكبر خشم ولا يصغر خشم. يلا تفضلي غرفة عمليات، عمليات تجميل. صاروا الآن يوم تكبر برطم يوم تصغر، يعني الموضة جت للجسد مو بس لللباس. يوم تسوي عملية ويوم تغير، يعني حتى بعض النساء قد تموت في العملية، وماتت بعض النساء. وبعض النساء تقول لها فيها موت، تقول ما عليه. شلون ما عليه؟ قالت الموت أولى من ركوب العاري، ولا يعيبون علي، خلني أموت ولا يعيبوا علي. يقول محلية والله. المشكلة هني أن إحنا الآن جينا إلى متابعة شيء مو بيدنا. شوف الإسلام جماله، كل التفاضل في شعوب عندها التفاضل بالعرق، العرق الآري أفضل من غيره. أنا مو كيفي أصير عرق آري أو لا. في شعوب عندها التفاضل باللون، مو كيفي أصير أبيض أو أسمر. في بعض الشعوب عندها التفاضل بالمال، مو كيفي أصير غني. الإسلام يقول التفاضل بالتقوى، والتقوى كيفك، مفتوح الباب، اتفضل صير متقي، صير أفضل من غيرك. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. فقط الإسلام تمايزه مفتوح للجميع، مو حكر على أحد.